لا هو السؤال يعني نبدأ يعني هل ما يحدث يمكن أن يؤدي إلى حرب؟ للأسف شديد ولأول مرة يعني توقعي كباحث متخصص شؤون إيران نعم حرب. قد يعني يمكن لو مثلا مسموح لي أن أنا أقول الكلام ده علني، أنا الدولة المصرية مدعوة أن هي الآن تستعد لحرب إقليمية كبرى قادمة في الشرق الأوسط ارتباطا بإيران. الدولة المصرية برمتها، وإن احنا نجهز السيناريو ده، لأنه احنا طول الوقت اللي بنقوله بس ده هناك حرب في المنطقة. أنا أول مرة لكن حضرتك تتحدث عن إن احنا نستعد لحرب كبرى إقليمية كبرى قد تكون أو غالبا ستكون. هو توقع يعني قراءة، ربما يكون بعيد المدى قراءة برضو، مش عايز أقول بعيد المدى، مش عايز